بتفق معاك. خلينا نروح برضو لإعلان آخر أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن التشكيل الأفضل لجولة الإياب من دور، هنا بنتكلم ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. التشكيل ضم مين بقى؟ ضم من الأهلي محمد هاني، حمدي فتحي، وضم ثلاث لاعبين من الوداد المغربي، ولاعب من الرجاء، وآخر من شبيبة القبائل الجزائري، واثنين من الترجي، واثنين من سان داونز. ده التشكيل النهائي اللي بقوله لحضراتكم حاليا.